ما بقى إلا هذا المهرج يضحك علينا ويستهزئ فينا كعرب. طبعا كوهين المهرج هذا معروف هو تبع الجيش الإسرائيلي. كل جيش في العالم له توجيه معنوي، هذا تبع التوجيه المعنوي للجيش المحتل الأراضي العربية باللغة العربية، وشفنا له تغريدات كثيرة في الشأن العربي يعني السياسية. عموما هذا المهرج منزل تغريدة يستهزئ فيها بالعرب. إيش يقول؟ اسمعوا النكتة، يعتبرها نكتة هذه فينا كعرب. يقول العرب يطلبوا بقمة عاجلة ويريدوا من الغرب التدخل، القصد طبعا الغرب أمريكا وأوروبا، بمعنى العرب متحمسين تعالوا قمة تعالوا قمة، وفي هذه القمة يطلبوا من الغرب تحرير فلسطين. يعني هم كعرب ما قادرين، يطلبوا من الغرب. يستهزئ ويضحك، يكمل ويقول طيب انتوا يا عرب وين محلكم من الإعراب يا إعراب؟ القصد في هذا الكلام انتوا يا بدو وين محلكم من الإعراب؟ ليش ما قادرين وحدكم تحرروا فلسطين؟ ليش تطلبوا من الغرب؟ يكمل ويقول هذا المهرج ان لما يسمع تصريحات الرؤساء او المسؤولين العرب في قضية فلسطين وقضية غزة يحسهم كأنهم جايين من الفضاء، بمعنى ان لما يتكلموا المسؤولين بهذا الكلام يقولوا انتوا جايين من الفضاء، ما تعرفوا ان خلاص فلسطين تبع الجيش الإسرائيلي وتبع إسرائيل الصهاينة، خلاص احتليناه، هذا أمر واقع، وتعاملوا مع هذا الأمر، خلاص ما في تحرير لفلسطين. أنا أقول لك يا قتلة الأنبياء إن موعدكم قريب. غرد واكتب، أنا أقول موعدكم قريب، قتلت الأنبياء، هذا مسرى الرسول، والله سبحانه وتعالى وعدنا بتحرير هذا المكان. لذلك أقول لك اكتب الآن ما شئت والموعد قريب، سميها كيف ما أردت. تقاعصوا العرب، نسوا القضية أحيانا، ما فكروا فيها، ما تحدثوا فيها، لكن ثقوا تماما تبقى هذه القضية في قلب كل عربي. لذلك أنا أقول لكل أخواننا المرابطين في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية أن موعدكم موعد تحرير هذه الأراضي قريب، الله سبحانه وتعالى وعدنا فيها، الله يحفظكم وينصركم على القوم الكافرين.